السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، في هذه الحصة إن شاء الله سوف نقدم لكم درس من الدروس الأساسية في السنة الثانية بكالوريا، اللي هو درس اتصال دالة عددية. ونشوف أولا كبيرة اتصال دالة عددية في نقطة. إذن كما جرت العادة أننا تنشوفو دائما تنبداو من تيكون شي مفهوم جديد نقوم بنشاط من أجل بطبيعة الحال تقديم هذا المفهوم بنشاط معين. إذن أولا نشاط، نعتبر الدالتين العدديتين F و G المعرفتين بما يلي: F دو X تتساوي X مربع ناقص 1 على X ناقص 1 إذا كان X يخالف 1، و F الواحد تتساوي 2، و G دو X تتساوي X مربع ناقص 1 على X ناقص 1 بحيث X يخالف 1 و G دو الواحد تساوي 1. أولا كبيرة، هل الدالتان F و G متساويتان؟ علل جوابك. السؤال الثاني، حدد من بين التمثيلات المبيانية سي واحد وسي جوج وسي ثلاثة منحنى الدالة F ومنحنى الدالة G. ها هما سي واحد سي جوج سي ثلاثة، رسمناهم ونشوفوا من بين هذه التمثيلات المبيانية ما هو التمثيل المبياني أو لا، ما هو منحنى الدالة F وما هو منحنى الدالة G. ثالثا، تحقق من أن نهاية X عندما تؤول إلى واحد F دي X تتساوي F الواحد. ومن بعد بطبيعة الحال نشوفوا خلاصة لهذا النشاط. إذا نبداو على بركة الله بالتصحيح الحل. إذن السؤال الأول، هل دالة F و G متساويتان؟ إذن لكي نبين أن الدالة F و G متساويتان، نقول أن F تساوي G إذا وفقط إذا كان لهما نفس الحيز التعريف. خاص جوج شروط أساسيين، والشرط الثاني هذه بطبيعة الحال راه هو، وكيفما أخذنا X ينتمي لـ ديد F فـ F دي X تتساوي G دي X. إذن هنا راه ترتيب بطبيعة الحال ديال هاد المعلومتين او هذين الشرطين اساسيين. اذا لكي نقول ان اف وج متساويتان يجب ان يكون لهما نفس الحيز التعريف، والشرط الثاني كيفما اخذنا اكس ينتمي للحيز التعريف سواء دي دي اف او دي دي جي لانهم متساويين، ان اف دي اكس تساوي جي دي اكس. اذا نشوفوا الدول اللي عندنا بطبيعه الحال اف وج. اذا اولا دال اف كالسؤال الاول، اولا لدينا دي دي اف راه تساوي ماذا؟ تساوي R مع عدا واحد اتحاد واحد. حيز التعريف ديال الدالة الأولى هو حيز تعريف هذه الدالة اتحاد بطبيعة الحال هذه النقطة هذه، واللي يعطينا بطبيعة الحال هو R. و دي دو جي كذلك فمجموع التعريف ديالها هو R مع عدا واحد اتحاد واحد، لأن واحد راه عنده بطبيعة الحال الصورة اللي هو بطبيعة الحال ثاني كذلك R. إذا عندنا الشرط الأول اللي هو أن الحيز التعريف لهما نفس الحيز التعريف دي دو إف ودي دو جي. نشوفوا دابا هل جميع العناصر التي تنتمي لإير لها نفس الصورة بالنسبة لها نفس الصورة بواسطة الدالة إف والدالة جي. إذا لاحظوا معايا، قلنا باش تكون إف تساوي جي يجب أن يكون لهما نفس الحيز التعريف، والشرط الثاني كيفما أخذنا إكس ينتمي لدي دو إف خاص إف دي إكس تساوي جي دي إكس. إذا إف تخالف جي، يا إما يكون عندهم حيز تعريف دي دي اف تخالف دي دو جي، او يوجد على الاقل او لا عنصر واحد من الحيز التعريف ديال دي دي اف ودي دو جي في حاله الا كان عندهم نفس الحيز التعريف بحيث اف دي اكس تخالف جي دي اكس. اذا لاحظتوا هنايا بالنسبه للدالتين اللي عندنا او للدالتين اللي عندنا فعندهم نفس الحيز التعريف، لكن شوفوا معايا صوره اف الواحد هي 2 والجي ديال الواحد هي 1، اذا نفس العنصر بالداله اف صورته هي 2 وبالداله جي صورته هي 1، اثنان يخالف واحد وبالتالي وجي ديال واحد تخالف واحد. اذا بما ان اف واحد تتخالف جي واحد فان اف تخالف جي. يعني ماذا؟ يعني الداله اف وجي غير متساويتان. اذا تتعطينا ماذا؟ اف وجي فهما دالتان غير متساويتان. اذا هذا كان السؤال الاول. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني، حدد من بين التمثيلات المبيانيه. السؤال الثاني، لنحدد من بين التمثيلات المبيانيه سي واحد وسي جوج وسي ثلاثه منحنى الداله اف ومنحنى الداله جي. اذا نذكركم بالمنحنى ديال الداله كيفما كانت. سي دو اف هو مجموعة نقاط إكس إف دو إكس بحيث إكس ينتمي لدي دي إف. هذا هو التعريف ديال أو لا
التعريف ديال المنحنى ديال دالة أو لا الكتابة اف دي اكس. فهنا إيكغيك وهذا إيكغيك بطبيعة الحال حنا تنعرفوا بأن إلا كان شي منحنى كيفما كان نوعه فأي نقطة تنتمي ليه فعندها أفصل وعندها أرتوب. فالعلاقة اللي ما بين الأرتوب والأفصل وهو أن إيكغيك يساوي صورة إكس بهذه الدالة بطبيعة الحال. إذن هذا كان فيما يخص بطبيعة الحال تعريف ديال منحنى الدالة. نشوفوا بطبيعة الحال من بين هذه المنحنيات التالية أن ما هو منحنى الدالة F وما هو منحنى الدالة G. إذن رجعوا بطبيعة الحال التعبير ديال الدالة. إذن لاحظوا معايا إذا كان X يخالف واحد فإن F دو X تساوي ماذا؟ تساوي X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد واللي تساوي لنا X زائد واحد. فتنعرفوا بأن هذه دالة تآلفية. النتيجة بطبيعة الحال إذا كان X يخالف واحد F دو X تساوي X زائد واحد فهي دالة تآلفية. واللي رسم والدالة التآلفية فالمنحنى ديالها يكون عبارة عن مستقيم، وبالتالي فلإنشاء مستقيم يكفي أننا نبحثوا على جوج نقط لتنتمي لهذا المستقيم. إذا من بين هذه النقاط بطبيعة الحال نختار واحد النقاط، بما أن عندنا نشوفوا نبداو بإف هي الأولى، بما أن عندنا إف الواحد هي اثنان. شوفوا معايا هنا إف الواحد فليس لها صورة، لاحظوا هنا راه دايرين واحد الدائرة صغيرة بأن واحد في هذا المنحنى سي واحد، واحد لا تقبل صورة، في حين أن اثنان إلا بغينا بطبيعة الحال الصور ديال هذه العناصر ديال المحور الأفاصيل فيكفي أننا نرسموا العمود على محور الأفاصيل والمر من واحد، فالتقاطع ديالو مع المنحنى تنديروا له الإسقاط على محور الأرتفاع فتنحصلوا بطبيعة الحال على صورة هذاك العدد. إذا بالنسبة لنا واحد فليس لها صورة، في حين أن هنايا واحد لها صورة اللي هي اثنان. إذا عندنا إف الواحد تساوي اثنان، بقات لنا صورة أخرى، نشوفوا مثلا صورة صفر. إذا عوضنا إف الصفر فهي ماذا؟ سواء نعوضه هنايا في التعبير هذا أو لا في التعبير. فبحال بحال لأن عندنا إكس تخالف واحد، لأن إكس تساوي صفر تخالف واحد، فصفر زائد واحد يساوي ماذا؟ يساوي واحد. إذا صورة صفر هي واحد، وبالتالي فهذا المنحنى هذا إذا قلنا صورة واحد هي اثنان وصورة صفر هي واحد، وهذا المستقيم هذا هو قلنا راه هو ماذا؟ غيكون هو منحنى الدالة إف. إذا هذا غيكون هو السيد إف. بالنسبة للدالة جي بقاو لنا اختيارات ما بين سي واحد وسي ثلاثة، لأن قلنا بأن الدالة إف تخالف الدالة جي وما يمكنش يكون عندها سي جوج هو المنحنى ديال السي هذاك السي اثنان هو المنحنى ديال السي إف سي دو جي، لأن أصلا لقينا المنحنى ديال سي اثنان هو سي دو إف، وبالتالي فار سي دو جي إما يكون سي واحد ولا سي ثلاثة لأن قلنا إف تخالف جي حسب السؤال الأول. إذا بنفس الطريقة إذا كان إكس يخالف واحد فإن جي دي إكس تساوي ماذا؟ فإن جي دي إكس هي كذلك تساوي إكس زائد واحد. إذن صورة واحد عندنا إذن فهي معادلة تآلفية، والمنحنى ديالها يكون عبارة عن مستقيم. إذن يكفي أننا نبحثوا على ماذا؟ جوج النقط اللي تنتمي للمنحنى ديال الدالة جي. إذن لاحظوا جي ديال واحد تساوي واحد، هنا واحد ليس لها صورة، وبالتالي فهذا السي واحد ما يمكنش يكون هو السي ديال جي. شوفوا هنا صورة واحد هي واحد، ها هي كاينة واحد النقطة هنا كحلة، نقطة سوداء. إذن صورة واحد راه هي واحد، وبالتالي خصنا نقطة أخرى، مثلا ناخذ صورة صفر، جدوا صفر هي صفر زائد واحد اللي هي واحد. إذا صورة صفر هي واحد، وبالتالي فهذا المنحنى سي ثلاثة هو سي دو جي. إذا حددنا من بين هذه المنحنيات الثلاثة، هذا منحنى سي دي إف، هذا منحنى سي دو جي، والسي واحد ما هو لا منحنى ديال إف ولا منحنى ديال جي. بالنسبة للسؤال ثلاثة، لنتحقق أن نهاية إكس عندما تؤول إلى واحد الإف دي إكس تساوي إف ديال واحد. إذن لدينا إذن كثالثا نحسبوا لا ليميت ديال إكس عندما تؤول إلى واحد. أولا عندنا الحق نحسبوا النهاية. إذن كيف نحسب النهاية؟ يجب أن تكون الدالة معرفة بجوار واحد. إذا لاحظوا معايا يعني تكون أن الدالة إف معرفة على واحد المجال اللي هو على شكل واحد ناقص R واحد زائد R ناقص واحد. من أجل بطبيعة الحال نشوفوا يعني نقربوا هذاك X سواء من واحد على اليمين أو على اليسار. إذا لاحظوا معايا أن هذه الدالة
بلا ما ناخذ هذه بطبيعه الحال. شوفوا غير هذه الداله اف دي اكس تساوي اكس مربع ناقص 1 على اكس ناقص 1 اكس تخالف 1، فهي معرفه على مجال منقط مركزه اكس 0 يساوي 1. فيمكننا نحسبوا بطبيعه الحال النهايه لان الداله راها معرفه على هذا المجال، اذا ممكن نحسبوا النهايه. اذا لدينا لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1 ديال اف دي اكس تساوي لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1، نعوضوا اف دي اكس بالتعبير ديالها اللي هو اكس مربع ناقص 1 مقسوم على اكس ناقص 1. دائما عندما تكون النهايه عند عدد نقوم بماذا؟ بالتعويض هذاك اكس بالعدد اكس صفر. هنا عندنا اكس صفر هي 1، اذا 1 مربع ناقص 1 على 1 ناقص 1 راه 0 على 0، وقلنا 0 على 0 فهو شكل غير محدد. اذكر بالاشكال الغير محدده، الاشكال الغير محدده، الاشكال غير محددة اللي هي صفر على صفر، ما لا نهاية مقسومة على ما لا نهاية، صفر مضروبة في ما لا نهاية، وزائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، أو لا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذا هناك أربعة أشكال غير محددة بالنسبة لما لا نهاية لما لا نهاية، معناتها زائد ما لا زائد ما لا، أو لا زائد ما لا ناقص ما لا، أو لا ناقص ما لا زائد ما لا نهاية، أو لا ناقص ما لا ناقص ما لا. صفر ما لا نهاية يعني صفر في سواء زائد ما لا ولا ناقص ما لا. إذا لإزالة الشكل الغير محدد يكفي أننا نعمله بإكس ناقص 1. إذا هي لا ليميت ديال إكس عندما تؤول إلى 1، إكس ناقص 1 عامل إكس زائد 1 مقسوم على إكس ناقص 1، واللي تساوي هي لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1 ديال اكس زائد 1، واللي تساوي ماذا؟ تساوي 2. دابا لقينا النهايه فهي نهايه منتهيه وتتساوي 2، وغنمشي نقارنها مع ماذا؟ مع اف الواحد. اذا بما ان اف الواحد تساوي 2، فان لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1 ديال اف دي اكس تتساوي اف الواحد. إذا ماذا يمكن الاستنتاج من هذا النشاط؟ إذا هذا الاستنتاج هو اللي تهمنا ولا نقدمه بطبيعة الحال به المفهوم الجديد. إذا كخلاصة نديرو كخلاصة لهذا النشاط أو لماذا هذاك الاستنتاج. نخليو هذا المنحنى من بعد لأننا نحتاجه في حد الشرح. إذا كخلاصة، اولا لقينا بان الداله اف وجي غير متساويتان، هذا من جهه. من جهه اخرى وجدنا بان لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1 ديال اف دي اكس تساوي 1. اولا لدينا اف، لدينا دي دو اف تساوي لنا ان، اذا اف معرفه في النقطه اكس 0 تساوي 1. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معرفة كذلك، اف معرفة على كل مجال على شكل 1 ناقص ار 1 زائد ار، حيث بطبيعة الحال ار أكبر قطعا من صفر. يعني يوجد واحد المجال للمركز ديالو اكس صفر تساوي 1، بحيث هذه الداله اف راه معرفه عليه. مساله اخرى لقينا بان لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1 ديال اف دي اكس تساوي اف الواحد. اذا كان بطبيعه الحال اف داله معرفه في النقطه اكس صفر، وهذا بطبيعه الحال فراه ممكن نقولوا غير ان اف معرفه على مجال على شكل 1 ناقص ار 1 زائد ار، حيث ار كبر قطعة من صفر، لان ار ضروري خصها تكون كبر قطعة من صفر، سينو المحدات غيكونوا بطبيعة الحال. هذا دائما حنا خصنا نحترموا بطبيعة الحال الترتيب ديال المجال، وبالتالي ف 1 ناقص ار إذا كانت ار سالبة فراه 1 ناقص ار ممكن يكون كبر من 1 زائد ار. إذا أولا اف معرفة على كل مجال على شكل 1 ناقص ار 1 زائد ار، يعني معرفة في 1 هو مفتوح، وكذلك لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 1 ديال اف دي اكس تساوي اف 1. نقول في هذه الحاله اذا كانوا هاد جوج شروط اساسيه، نقول ان اف داله متصله في النقطه اكس 0 تساوي 1.
نشوفوا بالنسبة للديلوجي. لدينا الديلوجي تتساوي R، يعني أن الديلوجي راها معرفة في النقطة، والجي معرفة في النقطة X صفر تساوي واحد. كذلك جي معرفة على كل مجال على شكل اللي هو واحد ناقص R واحد زائد R، حيث R كبر قطعا من صفر. دابا نشوفوا واش حققنا الشرط الثالث اللي هو لا ليميت ديال X عندما تؤول إلى واحد. إذا لاحظوا معايا نمشيو نحسبوا النهاية. لا ليميت ديال X عندما تؤول إلى واحد ديال جي دي X تساوي لا ليميت ديال X عندما تؤول إلى واحد ديال X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد، تساوي لأن عوضنا غير التعبير ديال جي دي X ب X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد، وقلنا هي لا ليميت راه شفناها حسبناها قبيلة اللي هي ديال X زائد واحد لأن الشكل غير محدد نختزلو X ناقص واحد واللي هو اثنان تخالف النجي ديال واحد، لأن جي ديال واحد راه تساوي ماذا؟ تساوي واحد. وكذلك أن لا ليميت ديال X عندما تؤول إلى واحد ديال جي دي X تخالف جي واحد. نقول في هذه الحالة تهي بنفس الطريقة، هنا قلنا نقول إن F دالة متصلة في النقطة X صفر تساوي واحد، وفي هذه الحالة نقول تاني بنفس الطريقة نقول إن الدالة جي غير متصلة في النقطة X صفر تساوي واحد. إذن كيف دابا لنعمم هذه النتيجة؟ إذن قبل التعميم دابا نشوفوا الاتصال والرسم ديال المنحنى. يعني شفنا دابا تحليليا ما معنى الاتصال، دابا نشوفوا عندما نقوم برسم هذا المنحنى. إذا لاحظوا معايا الدالة F متصلة في النقطة X صفر تساوي واحد، بمعنى شوفوا معايا لخدينا واحد المجال مفتوح مركزه واحد، فالمنحنى في هذه على هذا المجال يكون مرسوم بخط متصل. شوفوا بالنسبة للدالة جي، ففي هذه النقطة واحد رغم أن الدالة معرفة في واحد، ففي هذه النقطة أن المنحنى ديال الدالة مرسوم بخط غير متصل يعني متقطع. إذن هذا على مستوى طبيعة الحال المنحنى، يعني إذا كان عندنا شي منحنى وممكن أننا نعرفوا الاتصال إلى غير ذلك، ممكن نعرفوا واش الدالة متصلة في واحد النقطة أو لا. إذن ماذا يمكن دابا كخلاصة أو لنعمم النتيجة؟ يعني بصفة عامة كيف ما كانت هذه X صفر، إذن كيف نعرف الاتصال في النقطة X صفر؟ إذن كتعريف نديرو كتعريف تعريف. إذن أولا قلنا أنشطة نشاط، ثانيا تعريف لتكن F دالة عددية معرفة على مجال مفتوح مركزه X صفر، يعني راها معرفة في X صفر. يعني ماذا؟ بين قوسين هو أن المجال على شكل ماذا؟ E تساوي X صفر ناقص R X صفر زائد R، حيث R أكبر قطعا من صفر. إذن أولا لتكن F دالة عددية معرفة على مجال مفتوح مركزه X صفر، حتى إلا ما كانش معرفة في هذه النقطة لا داعي لدراسة الاتصال، لأن ما يمكنش نتكلموا على صورة X صفر بالدالة F. إذن نقول إن الدالة F متصلة في النقطة X صفر إذا كان لا ليميت ديال X عندما تؤول إلى X صفر
ديال اف دي اكس تساوي ماذا؟ تساوي اف دي اكس صفر. إذن هذا هو التعريف اللي غنبقاو بطبيعة الحال نقومو بدراسته. إذن الشرط الأول خاص تكون اف معرفة في اكس صفر أو على مجال مركزه اكس صفر. الشرط الثاني خاص تكون نهاية ديال اكس عندما تؤول إلى اكس صفر ديال اف دي اكس تساوي اف دي اكس صفر. إذن لنعطي مثال كمثال. لتكن f الدالة العددية المعرفة على r بما يلي: f dx تساوي x ثلاثة ناقص 8 على x ناقص 2 إذا كان x يخالف 2، و f الاثنان تتساوي لنا 12. لندرس اتصال الدالة f في النقطة x0 تساوي 2. إذا قلنا لدينا ديد f تساوي a ما عدا 2 اتحاد 2، يعني اللي هي r. إذا يوجد مجال مركزه 2 اللي بطبيعة الحال ضمن الحيز التعريف. هذا الشرط الأول، دالة f راها معرفة في 2 ويوجد واحد المجال اللي مركزه 2 بحيث هذا المجال ضمن الحيز التعريف. خاصنا نمشيو نحسبو، يكفي دابا نحسبو لا ليميت ديال اكس عندما تؤول إلى 2 ديال f دي اكس نقارنوها مع f 2. لدينا لا ليميت ديال اكس عندما تؤول إلى 2 ديال f دي اكس تساوي ماذا؟ هي لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 2، نعوضوا اف دي اكس بالتعبير ديالها اللي هو اكس اس 3 ناقص 8 على اكس ناقص 2. اذا لاحظتوا معايا وعوضنا ب 2 فهو شكل غير محدد، اذا يساوي ماذا؟ هي لا ليميت ديال اكس عندما تؤول الى 2 ديال اكس ناقص 2 عامل اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 اس 2 مقسومة على ماذا؟ على x ناقص 2 تساوي ماذا؟ هو لا ليميت ديال x عندما تؤول إلى 2 ديال x مربع زائد 2 x زائد 4، واللي تساوي ماذا؟ غنعوضوا 2 أس 2 هي 4 زائد 2 في 2 هي 4 زائد 4 اللي هي 12، واللي تتساوي لنا f ل 2. إذن f متصلة في النقطة x صفر تساوي ماذا؟ تساوي 2. إذا نذكركم بأننا استعملنا متطابقة الهامة أوس 3 ناقص بيوس 3. لاحظوا أوس 3 ناقص بيوس 3 تساوي أ ناقص بي عامل أ مربع زائد أ بي زائد بي مربع. إلا درنا هنا الزائد خاص تكون هنا الزائد، وهنايا عوض هذا الزائد هذا يولي ناقص، يعني أوس 3 زائد بيوس 3 تساوي أ زائد ب عامل أ مربع ناقص أ ب زائد ب مربع. وبطبيعة الحال لا بغيتوا تعرفوا لا فرا سهلة، فأ أوس 3 ناقص ناقص ب أوس 3 إلا بغينا بطبيعة الحال نحدو أ أوس 3 زائد ب أوس 3 فرا سهلة. شوفوا مثال آخر، مثال رقم 2. هذا كان مثال رقم 1، مثال رقم 1، مثال رقم 2. مثال رقم 2، لتكن f دالة عددية معرفة، لتكن f الدالة العددية المعرفة ب بما يلي: إذن f dx تتساوي x3 ناقص x زائد 2x
زائد واحد مقسومة على x ناقص واحد هنا f الواحد تتساوي لنا صفر. إذا كان x يخالف واحد هنا طبيعة الحال إذا كان x يساوي واحد. إذا لاحظتوا معايا فمجموعة تعريف الدالة هي A وبالتالي فهي معرفة على كل مجال أو لا يوجد واحد المجال للمركز ديالو واحد ضمن دي دو إف. الشرط الثاني إذا لدينا إف الواحد تتساوي صفر ونحسبوا لا ليميت ونقارنوا بطبيعة الحال ليميت ديال إكس عندما تقول واحد ديال إف دي إكس تتساوي هي لا ليميت ديال إكس عندما تقول له واحد إكس ثلاثة ناقص اثنين إكس زائد واحد مقسومة على إكس ناقص واحد تساوي ماذا؟ إذا لاحظوا معايا لا عملنا فإلى عوضنا بطبيعة الحال إكس بواحد غنلقى واحد ناقص اثنان زائد واحد هي جوج ناقص جوج هي صفر واحد ناقص واحد هي صفر. إذا هنا لكي بطبيعة الحال نقوم بإزالة الشكل غير المحدد فيكفي أننا نقوم بتعميل إكس ثلاثة ناقص اثنان إكس زائد واحد. إذا لدينا عدة طرق بطبيعة الحال لتعميل هذه الحدودية. إذا يكفي أننا نستعمل ماذا؟ نستعمل القسمة الأقليدية. إذا إكس ثلاثة ناقص اثنان إكس زائد واحد مقسومة على إكس ناقص واحد. إذا إكس ثلاثة مقسومة على إكس هي إكس مربع، إكس مربع في إكس هي إكس ثلاثة ومن نحوله هنا هي ناقص إكس ثلاثة، إكس مربع في ناقص واحد هي ناقص إكس مربع تولي زائد إكس مربع. إذا زيرو زائد إكس مربع ناقص جوج إكس زائد واحد. إكس مربع مقسومة على إكس هي زائد إكس، إكس في إكس هي إكس مربع هنا ناقص إكس مربع، إكس في ناقص واحد هي ناقص إكس زائد إكس غتعطينا هي ناقص إكس زائد واحد، وناقص إكس مقسومة على إكس هي ناقص واحد. ناقص واحد في إكس هي ناقص إكس من نحول هنا هي زائد إكس، ناقص واحد في ناقص واحد هي زائد واحد من نحول هنا هي ناقص واحد، فبطبيعة الحال الخارج خاص يخرج صفر. سينو أننا نستعملو بطبيعة الحال طابلو دو أغنى. إذا ترجع لنا لا ليميت ديال إكس عندما تؤول إلى واحد ديال إف دي إكس تساوي هي لا ليميت ديال إكس عندما تؤول إلى واحد ديال إكس ناقص واحد عامل إكس مربع زائد إكس ناقص واحد مقسومة على إكس ناقص واحد تساوي ماذا؟ هي لا ليميت ديال إكس عندما تؤول إلى واحد ديال إكس مربع زائد إكس ناقص واحد. نعوض بواحد هي واحد زائد واحد ناقص واحد تساوي واحد واللي هو تخالف لنا لاحظوا معايا هنايا إف الواحد تخالف إف الواحد. إذن إف غير متصلة في النقطة إكس صفر تساوي واحد. وهكذا ننهي بطبيعة الحال المثال الثاني. شكرا على حسن انتباهكم إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.